وأعلن شيوخ ووجهاء ومثقفو مدينة تكريت تأييدهم لمطالب متطوعي فوج تكريت بعد إكمالهم لجميع مستلزمات المباشرة بالتطوع منذ 4 سنوات، داعين في بيان لهم القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإنصاف هذه الشريحة المضحية. نحن شيوخ ووجهاء ومثقفي وشباب مدينة تكريت نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسادة نواب محافظة صلاح الدين والسيد محافظ صلاح الدين بإنصاف المتطوعين والفاحصين على ملاك وزارة الداخلية من أبناء مدينة تكريت ومنذ عام 2017، علماً أنهم قد أكملوا جميع متطلبات التطوع وبالإمكان قبول مباشرتهم من خلال درجات الحذف والاستحداث من ملاك قيادة شرطة صلاح الدين، علماً أنهم من العوائل التي تصدت للإرهاب وآخرها حادثة تسلل تنظيم داعش إلى مدينة تكريت، وقاموا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقد قدموا العديد من الشهداء والجرحى، ومن الله التوفيق. شيوخ ووجهاء وشباب ومثقفي مدينة تكريت،